بنحييكم أصدقائي المشاهدين بإطلال جديد لبرنامج مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. بنسعى دايما نكون صوت المواطن بإطار الشكوى يلي بيتقدم فيها للإدارة المعنية، للإدارة الرسمية إنجاز التعبير، اللي هي مكلفة أن تكون إلى جانب المواطن. طبعا في بعض الناشطين بالمجتمع المدني بيستحقوا عبر مشاكل وحلول نقول لهم شكرا وبالفم الملآن وبالصوت العالي، لأن أنه مهمة الجمعيات أو من ينتدب نفسه لحتى يكون بخدمة المواطن إلى جانب المعنيين والمسؤولين من خلال طروحات أفكار ومشاريع ومساهمات، بيسعوا قدر المستطاع أن تكون بخدمة المواطن بغض النظر عن أي انتماء أو أي طائفة. ضيفنا اليوم هو عينة عن يلي نحن عم نحكي عنه، من خلال منطقة لبنانية مشهود لها بالحرمان، من خلال حرمان المزمن بمرات كتير يحكينا عنه، ولكن يبدو أنه الحرمان مستمر والمعنية محافظة عكار. طبعا اليوم بعد ما صارت محافظة مفترض أن تكون بعض المشاريع الإنمائية على قدم وساق إنجاز التعبير، ولكن الدلائل والأشاير بتقول التقصير مازال مستمر، الحرمان المزمن مازال مستمر، وفرص بيحتاجوها من خلال بعض الاستثمارات والمشاريع رح نضوي عليها مع ضيفنا رئيس لقاء الإنماء والاعتدال في عكار حسن السحمراني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ نور. طبعا سيدي اليوم من خلال دورك أنت كناشط بالعمل الاجتماعي بتسعى قدر المستطاع تكون حد كل الناس لحتى تقدر تخدمهم وتقدم لهم ما هو المطلوب، ولكن الواقع، وعذرا من هذه الكلمة، واقع مذري جدا، حرمان كبير. وهلا في ريبورتاجات رح نشوفهم نحن بهذه الإطلالة معك، يعني بتوصف العلاقة ونقول أنتم على شو مستندين وقت يلي بتقولوا نحن رح نكون حد الناس بإطار الاعتدال والإنماء. نحن حاجة نقولة أول شيء بتشكرك أنه سمحت لي أو فتحت لي الفرصة لحتى أكون معك بهالبرنامج. هذا تلفزيون لبنان مع الكل لحد الكل. طبعا تلفزيون لبنان هو نعم. لكل اللبنانيين نعم. وهو من التلفزيونات الوحيدة اللي عم يفتح مجال للناشطين مثلي، طبعا في كتار بعكار أنه عم يضوع على مشاكل أهلهم بعكار وبكل المناطق. طبعا احنا بعكار متكلين على الدوله، لانه خاصه بهالايام اللي عم نمر لها هلا بالكم يوم، انه الدوله عم تكون غايبه غياب كبير عن عكار. شو بدك من بكل بكل القطاع بكل القطاعات بكل القطاعات مو كلمه كلمه شو بدك من الدوله؟ نحن بدنا كل شيء. نحن عكار محرومه من اي شيء، كل القطاعات المنتجه بعكار معدمه، بس مش محرومه من الناس الطيبين يعني. طبعا زي افضلك حاجه نقولها كمان طول عمرك. نحن إذا بنحكي عن كل القطاعات، بلش من قطاع الطرقات وقطاع التربية وقطاع الصحة وقطاع المدارس الرسمية وقطاع الإنتاج الزراعي. نحن 130 تقريبا 130 كيلومتر عن بيروت. سفرة طبعا سفرة، وخاصة بالنهار إذا بنروح بنهار عكار نهار لعكار بيغ معنا المسافة 4 ساعات. نعم، عجق السير قصدك. عجق السير من هون للكازينو طبعا في شقفة، والبقية من طرابلس لعكار كمان حالة الطرقات معدمة كليا. سيدي قلت لي انه الدولة مقصرة او في تقصير، حتى نعم. نكون منطقيين، يا ريت ممكن نضوي يعني بدءا من الوصول لعندكم، يعني واقع الطرقات يعني مذري للغاية. البعض بيقول لا ما تنظروا بهذا التشاؤم، عم نشتغل عم نوسع عم نكبر، شوي شوي بيمشي الحال ونرفع الغبن اذا صحت هذه الكلمة. نحن حاجة نقولة من سنة 90 نعم. أو 89، من ساعة ما استلم المرحوم الشهيد رينا معوض عولنا كثير على الدولة، قلنا هلأ اجت الدولة بكل ما أوتت من قوة لكي تبني مجتمع العكاري، تبني البشر والحجر، وعطينا فرصة لكل السياسيين صراحة لحتى يبلشوا مثل ما عم تحكي حضرتك، يبلشوا شوي شوي يوصلونا صراحة. نحن هلأ من خلال برنامجك أنا عم أقول أهلي بعكار، ونحن أعطينا فرصة لكل السياسي من إذا ما يسمى بـ 8 و14 وما بينهما طبعا، لكي يبلشوا ببناء حجر فوق حجر بعكار لنوصل لـ 2017 يكون إن شاء الله كانت عكار أحسن. إنما العكس هو الصحيح. نحن عم أقول للناس بعكار نحن أعطيناكم فرصة 30 سنة للسياسي، هالمرة آن الأوان أنه نقول كفى حرمان وكفى وعود، لأنه بعكار شو تغير؟ ما بعمل تغير شيء، شو تغير حتى نقول كفى؟ تنوضع يعني هالنقطة الفاصلة وننتقل ونقلب الصفحة، عم تقول كفى يعني شو تغير؟ اللي اجى لعكار من اي خدمات نعم. بالمستوى المائي
ما هو الزهيد القليل جدا جدا كما أعطي لأي منطقة أخرى. عكار مفروز اليوم أو عكار هي صارت محافظة، لا قصدي ممسوحة عقاريا، عقاريا في كثير من ضياع عكاري غير ممسوحة، ومن ضمن ضيعتي أنا الدورة كمان دورة. نعم عكار أصلاً مش موجودة على خريطة الأنماء لحتى تكون ممسوحة، مش موجودة على خريطة الأنماء، ما كانت مدرجة على بمشاريع قبل مجلس الأنماء والأعمار. طب شو عم تقدر تعمل حضرتك أنت سيدي، ما رح عم بقطعك، لقاء إنماء واعتدال، يعني الإنماء في أي صوب، يعني أنت اليوم ممكن تقدر توظف إمكانياتك اتصالاتك خدماتك هيدا علاقاتنا وخدماتنا عم تكون بالشكل الشخصي، قد ما يكون حجك الإنسان عنده إمكانيات شخصية حيكون مؤثر قدام أهله ونسوا. نحن سعينا ونسعى من خلال سنة 96 صراحة، بس بلشنا بالعمل العام والعمل الاجتماعي وخدمات أهلنا بعكار، سعينا أنه نأمن فرص عمل لأكبر قدر ممكن من الناس بعكار وخاصة الشباب. لأنه الأوطان لا تبنى إلا بشبابها، وإذا ما عولنا على البناء البشر والحجر. قديش عدد السكان عندكم سيدي؟ نحن ما يقارب 450 صيف شتي؟ نسمة. لا طبعا في حالة في كثير ناس هنا بعكار خاصة اللي عندهم وظائف بطرابلس وبحلبة، فبينزلوا بالشتوية على طرابلس بيكون عندهم. تسمح لي أنا وياك نشوف سوا ريبورتاج لحتى مع الأصدقاء اللي عم بيتابعونا ياخذوا فكرة عن الطرقات في منطقة الدورة عكار. وهذه عينة عينة هذه من كل طرقات عكار أو من 80% من طرقات عكار. هذه الطرقات بحاجة لتأهيل بكل شيء. ما رح نقول وين هي البلدية، منشوف البلدية ما للأسف منشوف منحكي رئيس البلدية حاكي. نعم حجن أكثر بلدياتنا هي مفلسة، نعم ما معها مصاري، خاصة هلأ إن شاء الله موعودين إن شاء الله يجينا شي دفع على البلدية، وأنا بحكي عن كل بلدية عكار مش عن بلدية بس. نعم عكار عطية، فكل بلدياتنا هي مفلسة أو مديونة أو مفلسة عكار. منشوف سوا إذن أصدقائي ريبورتاج طرقات الدورة في محافظة عكار بحاجة إلى تأهيل، ومنتابع سوا. مثل ما نكون شايفين بالشتي وبالصيف، مثل ما نكون شايفين سياراتنا تكسري، بدنا نطلع اطلع من بيتي من هون، يعني بيتي هلا بيبعد يمكن دقيقه، اذا بدي امشي عادي الطريق منيحه بدي دقيقه، بدي ربع ساعه من البيت لاوصل لهون للطريق. في عندي سياره غير الجيب صارت يعني للكب مثل ما بيقولوا، لانه مثل ما انك شايف الطريق، الطريق كثير بهدل. نحن ما قصه منسيين، بس ما في مصاري للبلدي لحتى تزفتها، منين بدها تزفتها البلدي اذا ما انصرف لها مصاري من الدوله؟ منين بدها تزفتها؟ في مع سيوله تقدر تقوم بهيك مهمه؟ لانه الطرق مثل ما انك شايفها كلها خربانه، لو بالنسبه بس طريق وحده ممكن بيقدروا بيساهموا بيزبطوها، بس الطرقان كلياتها هيك من طريق العام لتلحق الطرقان الفرعيه كلها. الطريق الداخلي بالنسبه للكره بدها تعبيد، بدها زفت، ثلاث ربع طرقات عكار هي، لانه انا برايي انه عكار بدها موجوده على الخريطه السياسيه، انا بدها موجوده على الخريطه السياسيه مشان مهبله كل الطرقات. هسه هيدي هون يا محلاها منيح، هسه ما تنزل على الطريق الا ستحت شيء تعتير على الاخر، تعتير بالشتي ما في، هذا ما حدا بيقدر يمشي مشي على الطريق اصلا، السيارات ما بتمشي، بدك جيبات كلها فرويل لحتى تقدر تمشي فيها ابدا كل الطرقات. في هذه مليحه هلا دح لهم، اما غيرها هسه في كثير طرقات اذا بتنزل لتحت بتشوفوا ما بتقدر تمشي السياره، اللي هي العالم بيروح على المدارس التلاميذ بيلبسوا جاذبات مش الوحل لحتى يقطعوا، لحتى يطلعوا بس على الباص. طرقات عكار كلها كانه الدوله هالمنطقه منا لبنانيه، ما بيصير واحد يكون عنده ولدين، واحد مرفه وواحد دياسينه، الطعمه واحد وواحد تقعدوا بلا اكل. هي الطرقات إلى 30 و40 سنة والله العظيم ما نحط عليها ربش زفت، هذا شيء عيب، إن كان بحق الدولة أو بحق البلديات أو بحق المعنيين بالأمر. المفروض أنه هذه الطرقات تكون طرقات محترمة، لأنه شعب عكار شعب محترم، هي طرقات بشر، هل يعقل أنه هي الطرقات تمشي عليها طلاب مدارس وأساتذة مدارس وضباط ومنزين؟ ليش هذه المنطقة محرومة وهذه المنطقة الدولي ما نحط عين عليها؟
انه هذه ممنوع انه انسان يعيش له لو انه سنه سنتين يكون محترم، إلنا 30 و40 سنه عايشين على هيك، ما دل لا سيارات ولا دل شيء، حتى الصباط الملبس راح انتهى. هاي الطرقات والله بدها تظبيط، هلا صار لها تقريبا شي 5 سنين هاي الطرقات هيك، عملوا لها مره ترقيع وترميم، بس ما أنا مزبوطة كمان، يعني عملوها كيف ما كان، انعملت كيف ما كان، ومعنا كاميونات، الكاميونات حرام عم تكسر هالطرقة، يعني ما في جمعة بتمشي بالكاميون إلا ما إنه الطريق بتضرك كذا شغلة. يعني وضع الطرقات عندنا مثل ما أنا شايف. مثل ما أنا شايف أبداً، إنه عم بتعلم على السواقة وإنه على هيدي الطرقات كمان يعني، بدها شغل، يعني بلدي عم تساهم شوي يعني عم تشتغل، شو بدنا ما في مصاري، بلدي لو البلدية عم تتمول بأقل شيء إنه الطرقات. هلا أنا بيتي شي كيلومتر لتحت، كيلومتر، هلا بدي مثلا من تحت لهون للطريق العام نص ساعة، من تحت بروح على حلبة ما بتكلفي نص ساعة. نحن عنا بالمدارس عم نجي يعني 3/4 السيارات اللي عنا ما بدها تطلع بالشتوية لأنه أرض محلة، وشايفون الطريق أنتو، ولولا الله والبلدية ما عملت إنجاز فيها وصلنا يعني اتكال على الله ووسعتها، لكن كان طريق ضيقة يعني، وبدنا ندفش السيارة لنقدر نطلعها بالوحل، وشايفين أنتو على كل حال ماشي على الأرض منو شيء مخبأ. نحن بنأمل منكم ومن القيمين على العمل ونظرة الأشغال بالذات وعلى رأس وزير الفنيونس الآدمي، إن شاء الله بيلفت النظرة هيك يعني بيشملنا بنظرة لأهل الضيعة الحزينة الفقيرة اللي ما عندها محرومة من كل شيء. طرقات نحن جينا لقينا طرقاتنا كثير ضيقة، واشتغلنا على توسيع الطرقات واستحداث بعض الطرقان، وهالطرقان هي جهزنا نحن طرقاننا وقدمنا طلبات لوزارة الأشغال عن ايام الوزير زعيتر، وافقوا لنا بعهده، حكيت انا مع الوزير زعيتر وافق لي على موافقتين للضيعه، وبعد مرور سنه ورحت الوزاره واجت وزاره مع معالي الوزير فنيانوس طاروا الموافقتين تبعون الوزير زعيتر والوزير فنيانوس، وعدنا بموافقتين غيرهم. لحديت هلا ضيعتنا ما نالت من الزفت ولا شيء، من خلال نحن استلمنا لنا سنه ونص موجودين بالبلديه وعود، صرنا رايحين بالمراجعات اكثر من 150 مراجعه ولا نلنا لا زفت ولا شيء. طرقاننا بوضع سيء جدا، ما في طريق بالضيعه صالحه للسير. نحن كبلديه اجينا مره الصندوق البلدي المستقل 230 مليون اشتغلنا فيه نحن بتوسيع الطرقان وتوصيل المي، مشروع الخاص المي على الضيعه، وعملنا شبكه الضيعه وعملنا 1000 متر مجرور صحي، وهذه كانت قدرتنا من الصندوق البلدي المستقل، يعني كانت الاهالي عم يتساعدوا معنا لاخر مساعده، عالم عطت اراضيه ووسعت وشلنا لها برندات وشلنا لها قدام الدار كل بيت بعناه ووسعناه للطريق العام، وهذا انتم صورتوه. منتابع معكم سيدي اللي كنا عم نتابعه، يعني كيف بدنا نوصفه؟ يعني بدأ هليكوبتر تضيعه ولا تليفريك؟ حاج قد ما نحكي عن هذا عين صغيرة من طرقات عكار. نعم. إذا بنحكي نحن نوصف الحالة المأساوية والحالة المأزومة اللي عم يعيشوا فيها المواطن العكاري. نعم. صراحة يدمي القلوب وتحزن له ال نعم. يعني لأنه صراحة قد ما نحكي نحن ليش عم نقول للناس هلا وللوزراء وللنواب وللشخصيات السياسية اللي عم تتبع ملف عكار إن كان من خلال الوزارة أم المجلس النيابي، نحن عكار ما بقى فينا بس نعلي الصوت إنه نحن محرومين ونحن مأزومين ونحن مظلومين ونحن بدنا إنماء وبدنا توظيف وبدنا شو الحل؟ لازم الحل هو إنه نحن لازم الدولة، وخاصة نحن معولين صراحة يا حاج نقولها بعلى عهد الميمون عهد فخيمة رئيس الجمهورية أن يعطي أولوية لهذه المنطقة المحرومة الذي وقفت مع الدولة دائما. نعم. قبل الحرب الأهلية وبعد الحرب الأهلية، لغلان نذكر هذه المأساة التي مرها فيها الشعب اللبناني. عكار أعطت الكثير للدولة وما نالت إلا القليل قليل والزهيد جدا جدا صراحة، يعني لذلك نحن نشهد فخامة رئيس الجمهورية أنه يولي عكار المحافظة المحرومة أولوية أسوة بباقي المحافظات اللبنانية. أنتوا شباب كمجتمع مدني يعني من خلال دوركم عملتوا مخطط، عندكم اقتراح مشروع أو مشاريع شو بدها لحتى نقدر نرفع الحرمين، وكيف ممكن نحن نلاقي يعني الأموال اللازمة لهذه المشاريع بصراحة؟ عم ينصرف مصاري لكل الوزارات. نحن محافظة عكار بشو يعني منتجة، إن كانت بالطاقة البشرية الشباب العكاري
الذي يمثل اكثر من 45% او 50% من الشعب العكاري، الشاب اللبناني هو ترى عمره بين 18 و35 سنه. نعم. هذا الشاب اذا ما اعطيته فرص عمل، اذا ما خلقت له فرص عمل او عملت مؤسسات، لنحكي على صعيد عكار في مؤسسات ممكن تنجز بعكار، مثلا الزيت والزيتون. نعم. نحكي على القطاعات الزراعيه، لانه ابن عكار 45% من اهل عكار انه بيشتغلوا بقطاع الزراعه. نعم. هذا القطاع اذا ما انت دولي دير بالفعل اعطت اولويه لهالقطاع هذا، كيف نحن ممكن ننمي الشعب العكاري ان كان الشاب ام المواطن بدون زح من الارياف الى المدن لكي يشتغل؟ نحن عم نكون وفرنا عندهم ماساه يعني المزارعين. طبعا القطاع الزراعي عندنا قطاع معدم، نحن كل سنه عم نقول يا عمي عم نعلي الصوت. طبعا ان كان شو مشهوره يعني منطقتكم زيت؟ طبعا التفاح والبطاطا، يعني السهل هو البطاطا، المنطقه الوسطى هي الزيت والزيتون، والمنطقه الجبليه هي التفاح. التفاح كلهم عم بيعانوا، كلهم عم بيعانوا. نحن كل سنه عم يكون في كساد بهالموضوع، لانه ما في عندنا اول شيء نحن ارزنامه زراعيه لمنطقه عكار، وثاني شيء انه ما في حمايه للمزارع العكاري. نعم. وحمايه للانتاج. هذا الشيء كل الناس عم تحكي فيه، بس نحن عم نقول هالمره نحن كفينا وعود رغم كل العهود. شو مطلوب؟ مطلوب انه يصير في تنظيم، يعني مطلوب انه ابن عكار بحاجه للدعم بالقطاع الزراعي والقطاع التربوي. انت واصل للمعنيين للمسؤولين؟ طبعا نحن واصلين وعم نطالب. شو عم بتكون الاجواء؟ نحن وعود كثيره. وعود انت بتعرف يعني بدها امكانيات هذه الوعود، في امكانيات تترجم الى واقع. طبعا في شيء بدون امكانيات، انت اذا عم تحجز المصاري عن البلديه هذه. نعم. اول شغله، إذا ما عم تطلع المواطن العكاري إلا كل أربع سنين بتيجي الانتخابات النيابية، إذا ما عم تعمل له فرص عمل للشاب العكاري لحتى يشيل الضغط عن الدولة، إذا ما عم تعمل له بنى تحتية، وإذا ما عم تعمل له استشفاء، وإذا ما عم تعمل له صحة، وإذا ما عم تعمل له مدارس رسمية يقدر يعيش المواطن من خلالها. أنا من خلال برنامجك هلا أستاذنا بدي وجه نداء كمان للمسؤولين كله. لا. أنا أحذر من ثورة اجتماعية عارمة بعكار وبكل المناطق المحرومة، لانه كفانا رغم كل الوعود اللي اعطونيها المسؤولين. الثورات كل مره العمليه والاعتصامات والاضرابات لم تؤتي ثمارها ابدا. انتبه. طب انت انسان ضليع بالشان العام وما شاء الله عنك، ايمتى يعني الصوت المرتفع ايمتى اعطى امام الخطاب المذهبي؟ يعني قد ما انت اذا افترضنا نحن بعكار عملوا مظاهره ضد وزير اي وزير اشغال، نعم، إذا كان هذا من طائفة معينة بتنعكس على الشارع إنه هذا من جهة معينة من الناس عم تقوم مظاهرة. نحن ما بدنا هيك. نحن ما بدنا هيك. نحن عم نقول عكار هي عكار لكل الوطن. ونحن كلنا بنتغنى إنه عكار أنتجت مؤسسة كثير كبيرة، كلنا بنتغنى فيها، هي مؤسسة الجيش اللبناني. نعم. الذي نفتخر. تحية لأفراد الجيش اللبناني وللقيادة. طبعاً أنا من خلال برنامجك. تحية من القلب، تحية كبيرة. طبعاً أنا من خلال برنامجك هلا كمان أنا بهني له العماد قائد الجيش، العماد جوزيف عون، لما لهم مناقبي صراحة يعني. وانما اهل عكار كلنا بنقول اكثر من نص الجيش اللبناني هو من عكار. للاسف ما في عندنا مستشفى عسكري. مستشفى عسكري تقدر تبلسم جراح بعد المتقاعدين اللي بده يجي من اقصى عكار لبيروت لحتى يعني مراكز طبيه ما فيها. مراكز طبيه نحن عندنا بعكار. نعم. اذا بنحكي عن القطاع الطبي نحن عندنا اربع مستشفيات. يعني عم ننتقل بسرعه، خلينا نشوف. نعم. موضوع الزراعه والزيتون، لانه نعم. يعني المزارعين بخلال جولتنا التقيتهم الكاميرا كانوا عم بيطالبوا بتصريف الانتاج، وبنرجع بنحكي عن المراكز الطبيه. أوكي. يلي حضرتك انت اشرت لها. نعم. اذا اصدقائي بنشوف سوا ريبورتاج، لانه المزارعين مزارعي الزيتون بالدوره عكار عم بيطالبوا بتصريف انتاجهم، وبنتابع سوا. كثير متضايقين من الزيتون ومن الزيت ومن تصريف الزيت، ومنا عم نقدر اليد العاملة عنا كتير 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 غالية، ومنا عم نقدر نغطي التسميد والأراضي والشجر، وعنا كتير جفاف، كتير جفاف عم يصير، والشجر عم يبس على أمه، الموسم على أمه عم يبس، يعني ما عم يصير عنا تصريف لا للزيت ولا لأي شيء. ودليل على ذلك الشجر وراي، وأنا بكرمي وعم بحكي هالكلام. عنا كل المزارعين زيتهم ببيتهم، منو عم يتصرف ولا، والزيت اللي عم يجي مستورد عم يخربنا خراب. ما في عنا تصريف، نعطي تنكة الزيت ب50 ألف ما بيردوا علينا، 100 ألف ما بيردوا علينا. طيب شو بنعمل نحن؟ بنناشد كل المسؤولين وكل وزير الزراعة وكل الوزراء المعنيه يساعدونا. كل اتكالنا على الله وعلى الزيتونات وعلى زراعه الارض. ما عندنا شيء، نحن ما عندنا انتاج شيء،
ما عندنا انتاج ابدا ابدا، وهي الضيعه تقريبا صارت بنظر المعنيين كلها موجوده وطرقاتها ووضعها ومبينه. ما عندنا اهمال كامل. احنا كثير زراعه زيتون والمحصول منه ما يتصرف، ونحن املنا بالله بموسمنا. عندنا تلاميذ بالمدارس بالجامعات، بدنا نفلح، بدنا نسمد، بدنا نرش، بدنا نحوش، بدنا نفلح. منو قادرين الموسم منو ما يتصدر من هالمنطلق، منا عم نقدر نخدم زيتوننا كما يجب مثل ما لازم كنا نخدمه سابقا. بيجي زيتون من برا، بيجي زيت من برا تجاري، بيسترخص العالم، وفي نحن زيتوننا بيضل قاعد، لا في دولة عم تحمي المزارع ولا عم تساعدنا بسماد ولا بسموم ولا بآلات فلاحة زراعية. نحن ما قادرين بقى نقوم برزقنا لحتى نقدر نعيش منه. نحن عيشتنا من الله ومن رزقنا. هلا السنة عتلان هم كيف بدي اقيم؟ عندي موسم قوي بيطلع له عندي 200 تنك زيت، شو بدي اعمل فين انا؟ منقول للعامل خاد زيت بيقول لا بدي مصاري. منروح منتدين مصاري وندفع له اجر والزيت ما فينا نبيعه. منتابع طبعا يعني هم الزيتون هم مش بس بالدورة عكار، بكتير من المناطق، ولكن عندكم يعني لاحظنا هذا الجفاف يعني على الشجر. انتوا عندكم نهر الاسطوين ما بتستفيدوا منه بالري من خلال استجرار المياه ولا انتوا بعد عنه؟ لا نستفيد صراحه استاذنا من نهر الاسطوان هو بالمياه الصيفيه، مع انه سوري ملوث هلا هو بهالمرحله وضعه عذرا يعني مدعو مزر كليا. نعم. كليا مأساوي صراحه يعني. نعم. عم يخلف مشاكل بالمنطقه عندنا فوق. هذا النهر هذا النبع بينبع من ضيعتنا، اللي انا بعتبرها ضيعتنا عكار العتيقه، هي مسقط راسي طبعا يعني. نعم. اهلي بعكار العتيقه. هذا المنبع، هذا النهر ينبع من عكار، من جبال الاموع، وبمجرى تبعه صراحه في عندك 7-10 ضياع لحتى يصب على سهل عكار والبحر المتوسط. نعم. هذا النهر باكثر يعني اذا كان هو تقريبا شيء 25 كيلومتر كله ثلاث ارباعه ملوث، تستعمل فيه المياه يعني المجاريف. لا بس صيفا بس إيه بكون ملوث منبع ودغري. لا قصدي لانه ملوث يعني عم ملوث يستعمل للري. يستعمل للري بالصيف. نعم نعم بيسهل عكار. نحن عندنا منطقتنا صراحه نحن بناخذ من منبع النبع يعني دغري موضع راس النبع صراحه إيه، لانه نحن بالعالي فوق بينما المجرى تبعه في ينابيع ضفافه من هون ومن هون عم تصب كلها بسهل عكار. وهذا بالفعل هذا نهر ملوث، ويجب على الدولة أن تعالج هذا الموضوع لما فيه من خسارة. أول شيء للثروة الحيوانية الموجودة، يعني في سمك على فكرة، في سمك بالنهر هيدا، وفي بعد في لليوم نعم في بعض الأسماك الموجودة، مزارع السمك اللي عم تغذي هالمنطقة، ومن سياحة على ضفاف النهر من هون صار في مقاهي ومطاعم، وهذا عم بيعمل ريحة وعم يعمل أذية للناس الموجودين، السكان الموجودين على ضفاف النهر من هون. صحيح. يعني حضرتك انت اشرت لعكار العتيقة وقلت بتعتبرها مسقط رأسها هي طبعا عكار العتيقة هي مسقط رأسي. نعم. وهذه الضيعة اللي انا اترعرعت فيها لسنة 16. نعم. وظهرت جيت على بيروت هذه سنة الماضي. اذا بدك نحن نحكي عن القطاع السياحي طبعا، او ما بدك ما بعرف نحكي سياحي ونحكي عن التفاح، لانه بجولتنا يعني نحن بجولتنا، لانه يعني هالضيعه كثير حلوه وانا بفتخر برأنا على عكار العتيقة لحتى نضوي على واقع مشكله التفاح اللبنانيه اللي كثار يعني كانوا ناطرين انه ما تتجدد الماساه من سنه لسنه، كل سنه عن سنه بنقول نفس المشاكل اللي بترجع عند المزارع. بدنا نعيد تصريف الانتاج، التفاح، الزيتون، يعني كله للاسف ما في اذان صاغي. نعم. لهذه المطالب. وهذا اللي بيخليك انت تزعل وتحزن، انه انت عم تعلي الصوت وعم تحكي وعم تحكي، بس للاسف مسؤولين حاطين بدينين صراحه قطن. الله يقويكم على كل حال حتى تقدروا تساعدوا المزارعين حتى يصرفوا انتاجهم. وما بقى نحكي عن ازمه التفاح، وبعد منا بدنا نحكي عن المراكز الطبيه للجيش اللبناني حتى بنسى. نعم. بنشوف سوا ريبورتاج. موضوع التفاح كارثه كبيره، يعني ما حدا حوش تفاح ولا حدا بيع ولا حدا اشترى، والا كلها ثماثره وكلها ماضي على الوقت. يعني عكار العتيقة ضيعة زراعية وبتعتمد على زراعة التفاح. عكار العتيقة بتنتج حوالي بين 150 و 200 ألف صندوق كل سنة. من بعد ما صار تسكير للحدود السورية وعلى الخليج وكذا، صار التفاح بالأرض يعني. صاروا 3 سنين التفاح ما عم ينباع. سنتين اللي مرقوا المزارع يعني على طول واقع بخسارة وواقع بعجز، وما حدا عم يعني ما في تصريف بشكل مدروس للتفاح. وهذه السنة يعني تبع للي مرقوا، يعني التفاح بالأرض
ما حدا اشترى التفاح، ما حدا لم التفاح، التفاح سابل حقولي يعني المزارع. في كثير من المزارعين عندنا يعني بلشوا يقصوا التفاح، والحقيقه انه من اكثر من 10 سنين المزارعين بلشوا يستقصوا يعني ينقوا التفاح الاوروبي اللي بيعطي سعر والاحسن نوعيه وكذا. بس لكن بعد هذه الازمه اللي موجوده اليوم بالعقار وباللبنان كله، وخاصه بعقار العتيقه وبالضيعه اللي بتنتج تفاح، يعني وضع كارثي على التفاح وعلى المزارعين. يعني نحن بالمبدا اول شيء نحن كنا معتمدين على التفاح، انها بالعقار العتيقه معتمدين على زراعه التفاح، ومثل ما انك شايف جرد، ما في شيء غير التفاح عندنا. هلا عم نقصه لانه وصلنا 3 سنين ما عم نستفيد منه. للاسف من حوالي الاربع خمس سنين وبالجان صار الوضع سيء جدا بعكار العتيقه. التفاح ما عاد حدا عم يشتريه، ما في دوله عم تسعى لتصريف التفاح بعكار العتيقه. صار المزارع بعكار العتيقه العوبي بيد السماسرة. فبدلا من انه كان يباع صندوق التفاح ب25,000 ليرة وب20,000 ليرة، صار صندوق التفاح عم ينباع ب3,000 و4,000 ليرة. و3,000 و4,000 ليرة هيدي لا تساوي كلفة المزارع على هالصندوق هذا. التفاح باقي معظمه بالاراضي وبالطغاليق ما حدا لمه، وإذا بدن الدولة يجوا ياخذوا من عنا التفاح ياكلوا هني وعيالون، أهلا وسهلا فيهم، يجوا يلموا من هجنانات وياكلوا. لكن عم نتابعه طبعا، كمان يستحق أن نتوقف عنده. اسمح لي أستاذ نقولها أنه أنا الصديق العزيز وزير الزراعة مع وزير الزراعة الأستاذ غازي زعيتر اللي نجده من خلال البرنامج، تفضل، أنه لأنه لفترة وجيزة وقف تصدير استيراد التفاح والزيتون والبطاطا بموسمها، لانه ابن عكار بحاجه ماسه لهذا القطاع حتى يعيش من خلاله. واذا ما اوقفوا استيراد التفاح والزيت والزيتون والبطاطا العكاريه، المواطن العكاري ما عنده مصدر رزق الا هودي. الا التوظيف بالجيش اللبناني، فالوظيفه بالجيش اللبناني طبعا واللي حد منها هو القطاع الزراعي. هذا القطاع قطاع مهم ورئيسي في عكار، يجب أن نحافظ عليه، وأنا أناشد السياسيين كمان من خلال البرنامج القومي وعلى رأسهم دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري لما تعني له عقار من أهله وطيبة أهله وشجاعة أهله وكرم أهله، أنه يحافظ على المواطن العكاري لكي يبقى في أرضه حتى لا ينزح إذا إلى المدن، طبعا بيروت وطرابلس يعمل ضغط سكاني على المدن. يعني موضوع المراكز الطبية اللي حضرتك أنت أشرت له أنه غير متوفرة أبداً، أدي أقرب مستشفى عندكم؟ نحن بتحكي من الدورة عكار العتيقة لأقرب مستشفى هي نص ساعة. يعني ما يقارب 25 كيلومتر. مستشفى مجهز يعني؟ طبعاً في عنا بعكار قطاع الصحي استاذنا، في عنا نحن أربع مستشفى، ومن فترة وجيزة فتحوا مستشفى خلف الحبتور، مستشفى صغير. وجه له تحية عشان يكون عم بشوفنا. طبعاً تحية كبيرة للشيخ خلف الحبتور طبعاً. اللي هو له أيادة بيضاء في ملف لبنان. فتحت مستشفيات صاروا 50. فترة وجيزة أقل من سنة. عندنا نحن 3 مستشفيات خاصة ومستشفى حكومي، هذه المستشفى الحكومي لا تفي بغرض أهل عكار، وخاصة بوضع النزوح السوري الموجود. يعني هالمستشفيات هودي والمراكز الصحية اللي هي مراكز، في مراكز صحية صغيرة طبعاً عم يكون موجود اللبناني والسوري، فمع لا تفي بغرض أو في ضغط يعني. طبعاً في ضغط كثير كبير بهالقطاع الصحي، لأنه المستشفيات الخاصة هي تبغي ربح، بتعرف انت هلا، وخاصة ما عاد حتى ما عندها منها مؤهلة تستقبل الحالات، مش مجهزة. لذلك يعني بالفترة الأخيرة نحن مش مجهزة أبدا. نحن شاهدنا الفترة الأخيرة في كثير ناس ماتوا على باب المستشفيات، إما لأنه ما معهم مصاري أو لأنه ما في مكانات مجهزة بالمستشفيات الموجودة. خلينا نحكي هون عن المستشفى الحكومي اللي هي فيها 50 سرير، هيدي المستشفى يعني بدي منك تو تعمل ريبورتاج عنها صراحة، هي عندها أدنى مستلزمات الحالة الصحية اللي لازم تكون لأي مواطن بالعالم يقدر يتعالج من خلال الدولة. يعني شكو هيك بمحلها، واللي عم تحكي أنت عن أدوى المستويات الصحية، يعني أنا بالتربية لفتني كمان أنه الواقع اللي رح أشوفه بالروبورتاج شيء يعني ما بعرف مقزز للغاية. صحيح، تسمح لي نشوف هذه عين صغيرة، نشوف كمان أصدقائي روبورتاج حول الحاجة للتأهيل بمدرسة الدورة الرسمية، ونتابع معك أستاذ حسن. ضيعة كمان فقيرة، ولازم نكون عن نتعلم ونكون عنا مدرسة منيحة كمان. التطور المدرسي بال بال
بالملعب وانه تظبيط الصفوف والمعلمين يكونوا عم يعطوا من قلبهم وهيك، انه تتظبط المدرسه عندنا، الصفوف يهتموا فيها اكثر ويهتموا بالتواليت وبالملعب، ونتعلم مثل انه باقي المدارس مثل كل الطلاب. انه بس نقعد مثلا بالفرصه تحت بالملعب بنخاف نقعد تحت الحرف، ممكن يوقع علينا ما بعرف شو بصير يعني. والحمامات كمان ما فينا نفوت عليها، فيها شويه ريحه يعني، ما في حمامات يعني منيحه لحتى نفوت عليها. وصفوف مثلا بالصف بيجي هواء، نسمه هواء صغيره بصير يهز كله. والبواب بدنا مدرسه كلها كامله. عم بيجي لأتعلم أنا، بس إنه ما في شيء حلو بالمدرسة يجذبني إله، إنه بالملعب تحت بس يجي نسمة هوا الغبرة بتعبي علينا، ما فينا نقعد تحت الحيط، بتشت الدنيا، ما منلحق إنه نجي لمحل ما في إنه في هي سطح، ما في إنه سطح شيء بغطي، نتلى مي، ما في كمبيوترات فوق، إنه ما بنطلع سيت الإنفورماتيك بنضلنا هون، ما في فوق كمبيوترات، ما في أجهزة إنه تساعدنا، كل العالم عندها تطور إلا نحن مدرستنا هون، وما في عدد تلاميذ، التلاميذ ما بتجي علي لهون لأنه ما في تدفئة، ما فيها شيء، بتروح على مدارس غير، فنحن بنطالب إنه بهالشيء، ولازم إنه الدولة لازم الدولة تهتم فينا شوي، وبدنا حقوقنا وبدنا كل شيء. بدنا نطالب بهالشي كمان. يعني تخيل بمجرد ما طلعت نسمة هواء بدنا نقعد نسكر الشبابيك، إذا بتنتبه الشبابيك بعدهم خشب، هيدا كتير ممكن يعني بضل قلبي أنا، إذا الإزاز ممكن يوقع على التلميذ. زيادة عن هيك بتوصل نحن درجة الحرارة عنا لناقص 7، يعني أوقات بيجي على المدرسة بيكون في عنا جليد وجايين إيدينا عم ترجف، تدفئة مثل الناس ما في، فهيدا كمان بيأثر على محصول التلميذ. زيادة عن هيك في عنا نحن الأساس المدرسي اللي هو إن كان بانكات أو شيء منه مجهز يعني قديم. أنا كوني معلمة علوم حياة فبحاجة لمختبر يكون مجهز من كل شيء، بقعد بعطيهم الشيء نظري بيجي بدي طبقه ما بيكون في عندي المواد الكافية حتى أقدر طبق هيدا الإكسبرينس. زيادة عن هيك التلاميذ بحاجة لثقافة، يعني إذا انتبهت بحاجة لتسقيف. من وين بتجي التسقيف؟ من وراء المكتبات بالمدرسة هون، للأسف الشديد بتفتقر لمكتبات، لمكتبة تكون عصرية بتأمل لهم إنه مثلا ساعة اللي بدهم يروحوا يجيبوا قصة يقروها حتى يقدروا يتسقفوا بشكل كافي. يعني هيدا مثلهم، ليش بده يختلف تلميذ المدرسة الرسمية عن تلميذ المدرسة الخاصة؟ كتير في تقصير، يعني في تقصير، خصوصا نحن عندنا مثل ما انك شايف دمج صفين مع بعضهم البعض، الصف الاول والثاني. الصف الاول يمكن ما في اعداد لبنانيه كثير، يعني بدهم هني كان في مثل بدهم 10 تلاميذ لبنانيين لحتى يقدروا يسجلوا السوريين. بقى هون نحن عندنا مثل ما انك شايف ليه صفين، هون هذا الصف منه 8 تلاميذ ما نفتح له صف، ما عم نقدر عم نلاقي صعوبه كثير بتعليم الصفين مع بعضهم البعض. تدفئه، بدنا معدات كثير، نواقص، بدنا يعني في كثير نواقص للمدارس الرسميه بحاجه لها. مانو مثل ما انك شايف الملعب مانو صالح، ما يعني ثلاث ارباع التلاميذ بتطلع مبلي لهون على الصف، بتطلع بتلاقيها بتضل نص ساعه لحتى تقدر يعني تبلش بهدي، بتلاقيها انه بدها تدفى، بدهم يقربوا على الصوبيا، بدهم يعملوا، عرفت كيف؟ اذا بدي احكيك عن مشاكل المدرسه، عندنا مشاكل قلت لك من البيئه، اي لو وصلنا بناء مدرسه جديد برا ما واقف، ما عندنا مواقف لسيارات المعلمين او للبعض اللي بده يجي ينزل التلاميذ. يعني الفسحه شايفها انت اللي مرات فيها او يمكن وقفت سيارتك تحت، هيدي تابعه للطريق العام، في ترميمات، في حائط سور، اكثر من حائط، في سور من برا كمان يجمع لي اياها من برا مع مواقف السيارات. ايه والحمامات لكن يعني الحمامات تحويل الصرف الصحي على مشروع الصرف الصحي في محلات الثمانه محوله. يعني متابعين معكم ريبورتاج اللي كنا عم نتابعه عن المدرسة الرسمية بالدورة عكار، يعني بدنا نحكي بتمنى تكون مناشدة برسم الوزارة المعنية. نحن بنشهد مع الوزير التربية، نعم، نحن من خلال برنامج كنا عم نشهد كل الناس، نعم، بس يفترض هن المسؤولين هن يشوفوا، يكون عين الساهرة على المواطن، مش المواطن هو بده يبين لهم مشاكله، أو بالأحرى هو بده يبين لهم، نعم، عيوب هالمؤسسات اللي عم تطال كل الناس. سيدي نحن خلص وقتنا، يعني شو بدك تضوي على شو؟ أنا بس بدي ضوي إذا أمكن بالسياق ذاته، بس على الديمونزاليات والمدامات اللي هن
بالمجتمع العكير صاروا كتير مثقفين. وأنا بدي دل على بدي بس من خلال برنامجك كمان بدي أحكي عن المرأة في عكار ودور المرأة. طبعا نحن لأنه كمان الدولة غيبة غياب تام عن دور المرأة في عكار إن كان من خلال تمكين المرأة يعني محو الأمية وبرامج تثقيفية للمرأة لكي تعود إلى المجتمع بقوة. لأنه نحن كمان أكثر من 50% من مجتمع العكير هو من النساء. وأنا صراحة نحن منشجع المرأة لأن المرأة هي منتجة أكثر بالمجتمع وخاصة بالإدارات. فنحن كمان هي المرأة العظيمة اللي عم تعلم أولادنا نحن منحني قدامها ومنحبها. واقع سياحي اللي بدك تحكي عنه. نحن عنا السنة الماضية أستاذنا طلعت عكار العتيقة اللي أنا بفتخر أن يكون من المنطقة هيدي. عكار هي أجمل ضيعة بلبنان. ولكن شو عملنا إذا نحن ما نحكي عن قطاع السياحي؟ في كتير ما بيعرفوها من لبنان صراحة. ما سياحة داخلية يعني. عكار العتيقة هي من أجمل البلدات في لبنان بل في المنطقة العربية. إذا بتروح عندها شي مرة شي زيارة صراحة بتتفاجأ. بس نحن طلعت أجمل ضيعة. شو عملنا لها؟ أنه المرافق السياحية بعكار كثيرة. نحكي عكار العتيقة ونحكي منجز وعرقة والأليعات وكتير مناطق فيها أثارات وفيها قلاع وفيها يعني فيها أماكن سياحية وثقافية كتير كبيرة. لذلك نحن كمان هذا القطاع السياحي المعدم بحاجة إلى دعم. السياحة البيئية بحاجة لدعم. كل القطاعات نحن عندنا بحاجة لدعم في غياب تام للدولة والمسؤولين على هال يعني بنطمح من خلال لقاء الانماء والاعتدال اللي حضرتك انت رئيسه تقدروا تساعدوا الشباب يعني السيدات المرأة كل من هو بحاجة لهذه المشاريع اللي حكيت انت عنها. شو بدك تقول؟ انا بدي احكي كلمة بدي اوجهها لأهلي في عكار. تفضل. الى أهلي في عكار انا الاوان لنحاسب هؤلاء الناس الذين حرموا عكار من كل هذا الإنماء. مش طبعا المدني كله بيقول هيك. منطقة عكار من سنة 90 ما قلت لك حاج لسنة 2017 نحن أعطينا فرصة لكل السياسيين. هذه الفرصة الوحيدة اللي ممكن نحن نخدها نحن كمواطنين هذه فرصتنا. أعطينا كتير فرص هذه فرصتنا صراحة. فعليكم وخاصة في استحقاق قادمة أن تعلوا الصوت وأن تختاروا اختيار صحيح لما يمثل الإرادة العكارية والشعب العكاري. نحن صرنا بحاجة صراحة. وأنا بدي كمان أثني على بناء المؤسسة الوحيدة الأم في لبنان هي المؤسسة العسكرية. لأن نحن بعكار أكثر من 3/4 شباب عكار هني المؤسسة هذه المؤسسة الأم. وعكار كانت وستبقى عرين على جبين كل لبنان وخاصة المؤسسة العسكرية. شكرا لك. تمثل كل الشعب اللبناني. شكرا لك أستاذ حسن السحمراني رئيس لقاء الانماء والاعتدال في عكار. أصدقائي بريك ونرجع نتابع سوا. وبالختام أصدقائي بنكون مع إطلاق معالي وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي لمعايير الجودة الخاصة بمؤسسات كبار السن في لبنان. طبعا الشراكة كانت لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية الشؤون أو شؤون كبار السن في لبنان. مع هذا التقرير نوصل لنهاية حلقة اليوم. نلتقي إن الله راد بكرة معكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء. الهيئة الوطنية يلي صار لها حوالي 20 سنة 19 سنة تقريبا عم تشتغل بمجال كبار السن وهي بتضم ناس خبراء من كل القطاعات. وهالهيئة الوطنية أصدرت تقرير سنة 2010 عن مؤسسات كبار السن الموجودة بلبنان على كل الأراضي اللبنانية. عملنا مسح شامل على كل المؤسسات وعلى الخدمات يلي بتقدمها المؤسسات وظهر عنا شغلة كتير أساسية هي إنه هالمؤسسات يلي أغلبيتها ذات طابع إنساني أغلبيتها أهدافها جدا نبيلة ولكن وللأسف في كتير من خدماتها غير معروف في كتير من خدماتها غير منظم وهي بحاجة لوضع أسس للجودة. وتقرر وضع جدول زمني وأهم شيء كنا أخدين فيه القرار هو إشراك كل المؤسسات العاملة مع كبار السن بوضع هذه المعايير. يعني أول فكرة هي كانت ورشة عمل لتحديد العناوين العريضة. يعني خلينا المؤسسات هي تحدد العناوين العريضة اللي لازم نشتغل فيها معهم لحتى نحسن نوعية الخدمات اللي عم يقدموها. الجودة بمؤسسات كبار السن
هي تأمين الرفاهية، استقلاليتهم، إعطاؤهم الرعاية حسب حاجاتهم مع احترام قدراتهم الإدراكية والعقلية ومحاولة تربية رغباتهم. هودي الأهداف كنا حاطينه نسب أعيننا لما كنا عم نعمل ملف المعايير والفصول المؤلفة لهيدا الملف. بعد انتظار سنوات طويلة على القليلة في خطوة كتير مهمة اليوم عم تنعمل اسمها إطلاق المعايير لمؤسسات كبار السن. صحيح صار في إعلان عنها مسبقاً ببعض المقابلات السابقة، ولكن اليوم حيكون الإعلان الرسمي، وبعتقد أنا ابتداء من اليوم لازم كثير كل مؤسسات كبار السن يفرحوا بهذا الإنجاز اللي عم بتم على مستوى كل الوطن، وفي نفس الوقت أنه يفرحوا كل كبار السن أنه فعلا مؤسساتهم في لبنان ستكون على المستوى اللائق بكل مؤسساتنا بدون أي استثناء. وبالتالي هالمعايير هيدي هي خطوة كتير أساسية يلي عم بتقوم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، ويلي حكون في عندها دور أساسي مع غير قطاعات مع غير وزارات لتطبيقها بالمؤسسات. اليوم صندوق أمم متحدة للسكان يلي هو شريك أساسي مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهالعمل هيدا يعنى بمواضيع العلاقة بالسكان، يعنى بمواضيع العلاقة بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمواضيع السكان. ونحن هون منعول كتير على دور وزارة الشؤون الاجتماعية وغير قطاعات أنه تنوضع سياسة أو استراتيجية خاصة بفئة كبار السن. ليه؟ لأنه لبنان من أكثر البلدان يلي حيعمر بعد 10-15-20 سنة، نسبة كبار السن يلي هي 60 وما فوق رح توصل تقريبا لل 15% بسنة 2050، وبالتالي الدولة اللبنانية وكافة القطاعات لازم تكون محضرة أنه تقدر تقدم الخدمات المناسبة والمطلوبة لهالفئة فئة المسنين. هلا هي هذا المؤتمر هو منه يعني بس لتكريس عمل استمر عدة سنوات، 5 أو 6 سنوات، خلال هالسنوات كلها سوا كنا عم نحط معايير لتحسين مستوى الجودة بالمراكز اللي بتهتم بالمسنين، إن كان مراكز دائمة يعني بناموا فيها أو إن كان مراكز نهارية. أنا بالبداية قبل ما نبدأ بالعمل عملنا أول شيء مسح لكل المراكز اللي موجودة بلبنان حتى نعرف كل مركز شو هو، قديش قيمته، قديش كبره، شو بيأمن خدمات وإيش مستوى الخدمات اللي فيه. أكيد شفنا أنه في مراكز كتير متقدمة، في مراكز أقل تقدم، في مراكز بدأ مساعدة على التأهيل، بس في مراكز كمان كتير منيحة. يعني قدام هالمروحة الكبيرة من المراكز الموجودة فادتنا كتير حتى نعرف وين بدنا نركز وشو اللي لازم نطلبه منه. أكيد نحن اللي طالبينه يطمح إلى جودة عالية، إنما الأوضاع الاقتصادية بالبلد ما بتسمح أنه نعمل كل شيء فرد مرة. لهالسبب قسمنا العمل إلى رزومات، يعني بده يكون في أول رزمي وثاني رزمي وثالث رزمي، وكلها بضمن جدول زمني حتى من هلأ لعدة سنوات المراكز الموجودة تكون عندها معايير الجودة كلها، والمراكز اللي بدها تتأسس تاخد بعين الاعتبار قبل ما تتأسس كل هالمعايير حتى تطبقها من الأساس. نحن نعرف أنه قانون العمل اللبناني أنهى خضوع الشخص بعد 64 سنة لقانون العمل، ولكن جرى تعديل لهذا القانون بحيث أنه يمكن للمسن أن يستفيد من أحكام قانون العمل بعد بلوغه الرابعة وبعد بلوغه الرابعة والستين لحتى يستفيد من جميع التقديمات، ولكن قانون الضمان سمح للمسن أن يخضع للاستفادة من تعويضات العالية وتعويضات المرض والأمومة بعد بلوغه سن الرابعة والستين. نحن كوزارة العمل من ضمن الهيئة الوطنية لشؤون المسنين نعمل على بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية إذا أمكن على توفير تدريب مهني للمسنين بعد بلوغهم 64 لحتى يستفيدوا من بقائهم في المنزل. هو بالفعل الإعلام بيطال كافة الميادين الحياة وله دور بالتوعية على كافة المستويات. وهلأ نحن يعني أكيد بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية عم نحاول كمان يكون لنا دور بما يختص بالحملة الوطنية للمعايير كبار السن في لبنان، وإن شاء الله منقدر أنه نحن ووزارة الشؤون الاجتماعية نقدر نوصل الفكرة ونوصل الأمور إلى مطرح ما لازم توصل. اللي صار اليوم هو استكمال للسياسة اللي حبيت أنا أوضعها للوزارة، يعني الوزارة تضع المعايير أولاً إن كان بمجال الطفل أو بالمرأة المعنفة أو بموضوع المسن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو بموضوع المدمنين. بهالخمس مواضيع هيدي دور الدولة الأساسية توضع المعايير،
تيكون هالإنسان اللي عم يتلقى الرعاية أو العلاج عم يتلقاهم ضمن معايير السلامة والصحة والكرامة. وهودي مش بمواجهة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بالعكس هو بالتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهيك نشأت هيدي المعايير رح نضعها اليوم، وهيك رح نعمم هيدي المعايير على المواضيع الباقية يلي ذكرتها من شوي. موضوع الكبار السن هو يعني بعتقد حالة طارئة عنا، لازم يعني بأقصى سرعة نهتم بهؤلاء بكبار السن، لأنه هن أعطوا المجتمع، وما لازم نحن نتركهم عندما صاروا بسن مش قادرين يعطوا، بقى هن أعطوا ولازم المجتمع يعطيهم. لذلك نحن نتمنى أنه نقدر نخلص من القانون اللي بيحفظهم كرامتهم بأسرع وقت. لذلك أنا بدي هني الجمعية الأهلية اللي عم تعتني بكبار السن، لأنه حقيقة عم بيقوموا بدور كتير فعال وكتير ضروري، وكان على الدولة هي هذه المسؤولية. المهم أنه نحن نقدر نكمل بمساعدة هؤلاء الجمعيات حتى يقدروا يكملوا بمشروعهم الإنساني الكبير.